رجاء كنتمنى له من اعماق قلبي الاستمراريه. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. وهذا المهرجان راه كيسعد المرأة السلوية خاصة والمرأة المغربية بصفة عامة. شرف لي أنني نتواجد في هذا المهرجان، هو مهرجان للمرأة، وأنني غنتكرم فيه. هذا شرف لي وشرف لبلادي والمرأة المغربية بصفة عامة. مهرجان دولي لفيلم المرأة في الدورة 15 كي يكرم النساء ديال السينما الإفريقية، لا سيما على انه هذه الدوره ما يميزها هو الانسجام ديال المهرجان مع الاحتفال ديال العاصمه الرباط بالثقافه الافريقيه، وايضا هذا العمق الافريقي المتجذر في تاريخ المملكه المغربيه. فهنيئا المنظمين لانه هذه التفاته رائعه جدا. البلد ضيف هذه الدوره هو شقيقة السنغال اللي كنعرفوا انه كتجمعنا بها طبعا علاقات رائعه ديال الاخوه وديال الاحترام. والبرمجه السينمائيه عموما برمجه اللي كتساعد الجمهور المتذوق والناس ديال السينما بجوده جدا جدا عاليه. فهنيئا جمعيه ابي رقرق العتيقه بهذه الدوره 15، وهنيئا لاهل سلا بهذا العرس السينمائي. السلام عليكم، معكم كوثر ابيطار مدينه سلا ميس اطلس 2021. شرف لي هذا اللقب ملكه جمال اطلس، وفرحانه بزاف وفرحانه اليوم حيت كاينه هنايا. وشكرا بزاف، ونشكر المانجر ديالي ماجد التازي، وشكرا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.